مساء الصحة والعافية عليكم متابعينا، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج عيادة الأيام. راح أكون وياكم أنا الدكتورة نور محمد علي، طبيبة اختصاص في إعداد وتقديم هذا البرنامج. تقدرون تتواصلون ويانا عبر الأرقام الموجودة أسفل الشاشة في حال أي وجود أي مشكلة صحية أو مناشدة أو مقترح يخص وزارة الصحة. نستضيف في برنامجنا أطباء اختصاصيين في مختلف الاختصاصات الطبية، كذلك مسؤولين من وزارة الصحة حتى يطلعون على آخر المنجزات. خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا، اليوم ويانا بالاستوديو الدكتور وليد حميد جاسم، مدير مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم. دكتور، نعمة الإبصار من النعم العظيمة اللي خصها بها سبحانه وتعالى للبشر وباقي المخلوقات. نريد نتعرف اليوم ونعرف متابعينا عن تركيب التشريح للعين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. راح نعطيكم نبذة مختصرة عن العين. العين هو حاسة الإبصار. نعم. وكثيرا من الدراسات تقول أن العين هي مرآة لما تحتوي شخصية الإنسان. فالعين هناك العين هي الكرة، كرة العين تتكون من الحجرة الأمامية وتتكون من الحجرة الخلفية. الحجرة الأمامية فيها القرنية والقزحية والعدسة، والحجرة الخلفية تحتوي على السائل الزجاجي والشبكية. هناك أيضا غدد ساندة وكذلك الأجفان وكذلك الحاجبين. الأجفان وظيفتها حماية العينين، أما القرنية فهي أول جزء من العين يسقط عليه الضوء الداخل إلى العين، ثم ينتقل إلى البؤبؤ وبعدها إلى العدسة، وبعدها العدسة تكون الضوء تسلطه على الشبكية اللي واقع خلف العين، وبعدها إلى العصب البصري، وثم تفسيره إلى الدماغ على شكل صور وألوان وكذلك. فالعين تتكون في المراحل الأولى من الجنين. وهناك أقسام من العين تتكون في المراحل الأولى، وهناك أقسام في المراحل الوسطية بين الجنين، وهناك أقسام تكتمل بعد الولادة. هذه نبذة مختصرة عن العين. نعم. نتكلم الآن عن مشاكل البصر والنظر في الأطفال منذ ولادتهم وحتى بلوغهم العمر يعني الأدلت يكون. نعم. هنالك أمراض وراثية في الإنسان تكون في الجنين، ومن ضمنها أمراض العين، وهنالك أمراض مكتسبة تحصل بعد الولادة. فإحنا ننصح الأمهات والآباء، ننصحهم مراجعة الطبيب بعد الولادة بشهر، يراجعون طبيب العيون. وهنالك حالات تستوجب مراجعة قبل ذلك، خاصة إذا كان هناك أمراض وراثية في العائلة، أو الأم أو العائلة تشاهد بعض الأمراض في الأجفان أو في البؤبؤ أو في قزحية العين، أو هنالك فد كبر معين بالعين، أو العين دامعة تكون، هنا لازم تراجع قبل الشهر. لكن إذا كانت الأمور طيبة وجيدة ننصح العائلة أنه تراجع بعد شهر، تراجع طبيب العيون أو تراجع طبيب الأطفال المختص، ومن ثم تحويلهم إلى مراكز اللي فيها تتواجد أطباء العيون. نعم دكتور، كلمنا شوية عن موضوع الغدد الدمعية وقنوات الدمع. نعم. في بعض الأطفال يولدون مع بعض المشاكل الخاصة بالقنوات الدمعية. نعم. كيف تحليلكم؟ نعم. كأطباء. نعم. عيون لهذا الموضوع؟ عادة أمراض الغدد الدمعية تجي الأم تقول أن ولدها أو الطفل الوليد يكون عينه دامعة. نعم. ليس بالضرورة أنه إذا كانت العين دامعة هو مثلا انسداد مجرى الدمع أو مشكلة في الغدة الدمعية. نعم. لكن إذا كانت العين دامعة عليها مباشرة أن تراجع المراكز المختصة بالعيون. فبعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط العين اللي هي الجلوكوما في الماء السوداء اللي يسموها. نعم. هذه أيضا تأتي العين دامعة، أو وجود جسم غريب. نعم. خاصة في المناطق الريفية، أو يستخدمون بعض المواد، مواد التجميل. نعم. أو كذا، أو الكحول يستخدمونها، فتكون هناك أجسام غريبة بالعين. نعم. أو قد يكون أثناء الولادة ضرر بالعين فتكون العين دامعة. نعم. بالنسبة للغدد الدمعية هنالك غدتين دمعية في كل عين غدة. نعم.
وتفرز الدمع، وهناك غدد ثانوية. والغدد الدمعية تفرز الدمع اللي هو يحافظ على يرطب العين ويحافظ عليها. وكذلك هناك مجرى الدمع، مجرى الدمع هو ياخذ الدمع الى منطقة الأنف. لمصبه النهائي هو في الأنف. بعض الأمراض الولادية تكون الانسداد داخل رحم الأم او بعد الولادة مباشرة، لا يفتح مجرى الدمع فتكون هناك انسداد. فالأم تلاحظ يا اما دمع او وجود انتفاخ في الزاوية الداخلية للعين. فعليها تراجع مباشرة إلى الطبيب المختص بالعيون. هذه نبذة مختصرة عن مجرى الدمع أو الغدة الدمعية عند الأطفال. أما عند الأكبر نتكلم عليهم في العين الجافة. دكتور، أيضا من مشاكل الأطفال أو حتى البالغين موضوع الحول، وإلى أنواع متعددة. الحول الحقيقي، الحول الكاذب، الحول المخفي. نحب نتعرف عن تفاصيل هذا الموضوع. الحول ممكن أمراض العيون بصورة عامة نقسمها إلى أمراض ولادية أو وراثية ولا أمراض مكتسبة. الحول كذلك أنه إما يكون ولادي أو مكتسب. الولادي لازم نأخذ الهيستوري أو التاريخ المرض لدى العائلة. في الأشهر الأولى لا يكون الحول واضح، لأن العين غير مكتملة. تكون حركات العين غير عشوائية، غير منتظمة عشوائية لدى الطفل. لكن بعد ننصح بعد الشهر الرابع او الخامس الام تلاحظ اذا اكو انحراف بالعين تراجع مباشره الى الطبيب المختص باطفال العيون. كذلك هناك حول مكتسب نتيجه شده خارجيه او جلطه دماغيه او بعض الامراض اللي تصيب الدماغ او عضلات العين. كثير من الامراض اللي تصير بعد سن ال 12 او كذا، او حتى في امارات تجوا في السن ال 50 او ال 60 يصير عندهم حول، هذا الحول المكتسب نتيجه ضربه او جلطه او كذلك. بالنسبه للعلاجات متوفره الحمد لله في جميع مستشفياتنا في داخل العراق، والاطباء ايضا عندهم خبره كبيره. ننصح انه العائله او الشخص يراجع اذا شاف اي انحراف بالعين سواء كان كبير او صغير او ازدواجيه بالرؤيه. يراجع اقرب مؤسسه صحيه تحتوي على طبيب عيون. شنو طرق العلاج دكتور لمشاكل الحول بشكل عام؟ بشكل عام الحول اذا كان ولادي كثير من الاباء والعوائل يجون يريدون حل اني، يعني الطفل عمره سنه او اقل او اكثر يجينا يريد عمليه. لا، احنا مو هيك. الحول قد يحتاج الى فقط متابعه، حول بسيط، او هناك حول حقيقي وهنالك حول مخفي. الحول المخفي يحصل في بعض، مثلا الطفل تقول امه يصفن، او من يفقد التركيز تحول عينه، او بعض الامراض اللي تصيبه مثل الحمى او غيرها تحول عينه. اما الحول الحقيقي الظاهري فهو مستمر على طول النهار ويوميا. العلاجات ما تقد فقط نظارة. إذا استثنينا الأمراض الأخرى اللي داخل العين فهو مجرد نظارة، متابعة كل 6 أشهر. لكن كثير من العوائل يعني يريدون عملية مباشرة، هذا غير صحيح. إذا كانت المشكلة الحول تنحل مجرد نظارة فهو نظارة ومتابعة، ونظل نتابعة إلى مرحلة معينة. دكتور، نتكلم عن مشاكل العيون الانكسارية كقصر البصر وبعد البصر والاستكماتزم. يعني نتحدث عن تفاصيلها شوية حتى متابعنا اليوم يتعرف. الأخطاء الانكسارية هي عديدة، لكن نختصرها أنه هي بعد النظر وقصر النظر والاستكماتزم، مرات يجي مزدوج قصر وبعد. الأخطاء الانكسارية هي البعد يختلف عن البعد اللي يصير بالإكبار، البرسبايوبيا، البعد النظر عند الكبار اللي يصير وراء 40، العدسة تتيبس الجسم فيصير عنده بعد نظر. هذا يختلف عن البعد اللي صار اثناء مرحله الطفوله او مرحله الشباب. قصر النظر البعد هو يعني يشوف، يقول انا البعيد اشوفه والقريب صعوبه غير واضح. القصر هو من اسمه قصر، يشوف الشغلات القريبه والبعيد ما يشوفه. الاستجماتيزم اللي هو تشوه الرؤيه للقريب والبعيد. القريب والبعيد يشوفهم مشوهين. الحلول مالتنا يا اما حل بسيط هو النظاره، يلبس نظاره ونظل نتابعه كل 6 اشهر، او هناك عمليات عديده اللي هي يسموها الليزك، هي معالجه الاخطاء الانكساريه بالليزر. وهذه طرق عديده وعمليات منتشره وبسيطه والحمد لله متوفره في مستشفيات الحكوميه والاهليه. متابعينا الكرام، خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم.
بكم متابعينا مرة أخرى. نكمل كلامنا مع الدكتور وليد حميد جاسم، مدير مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون. دكتور، نكمل حديثنا حول موضوع اليوم. كنا نتحدث عن الأطفال قبل الفاصل، تأثير الأجهزة الذكية والتلفزيون والآيباد وهاي الأشياء اللي دخلت علينا الآن، ونلاحظ الأطفال للأسف لفترات طويلة يجلسون ويلعبون بهذه الألعاب، كيف تأثيرها على العيون؟ نعم، كثيرا من العوائل يراجعوننا بالمستشفى أو نعم. بالعيادات يشكون دكتور ابني هواي يعني نصحه، فإحنا هو مشكلة العصر هذا ليس فقط في العراق، ليس في بلدنا، هو مشكلة عالمية. نعم. مشكلة عالمية. بالنسبة لتأثيرات الأجهزة الإلكترونية، هنالك دراسات تقول أكو بعض التأثيرات الإشعاعية، هاي إحنا يعني مو يم العيون، أما ما يخصنا في العيون، حقيقة الجلوس أمام الشاشات الذكية تسبب هواي مشاكل بالعين، من ضمنها التركيز لساعات طويلة. يجونا هواي بعض الطلبة أو بعض الأطفال يشكون من صداع غير معروف، اللي هو يصير سبازم، تشنج في عضلات العين، يصير عندهم صداع، يصير عندهم جفاف بالعين، بالإضافة إلى النظر لساعات طويلة راح يأثر على عضلات العين، فممكن يبرز الحول المخفي. الحول المخفي يصير حول ظاهري. فإحنا ننصح التقليل قدر الإمكان. إذا العائلة ما تستطيع يعني تقلل أقلل ممكن حسب الحاجة. مرات الطلاب يدرسون بالأجهزة الذكية، مرات بعض الأعمال تستوجب هذه. بالنسبة للأطفال تقدر الأم يعني تروض ابنها، تعطي هدايا، تعطي مكافآت، أنه قلل من هذا، تجيب له لعبات، تطلع إلى أماكن بها يعني لعب أو كذا. أما بالنسبة للموظفين، الموظف اللي هو شغله على الحاسبة أو شغله بالموبايل، يتابع مؤسسته أو كل، إحنا ننصح بقاعدة 20-20-20. شنو هي قاعدة 20-20-20؟ اللي هي ننظر للجهاز الموبايل أو اللابتوب، الجهاز ننظر له 20 دقيقة، بعدين نأخذ راحة 20 ثانية، وننظر بهذه الراحة إلى فد لوحة بعيد. فشي بعيد اللي هو 20 قدم اللي هو 6 أمتار، يعني خلينا نقول فشي مبسط. ننظر 20 دقيقة ونرتاح فد دقيقة، ننظر إلى فشي بعيد، وبعدين نعاود العمل. هذه نصيحتنا للكبار. دكتور، نلاحظ أيضا خلال فترة الأعياد والمناسبات يعني بعض الأطفال يشترون هاي الألعاب اللي تحتوي على الأسلحة، الألعاب مثل الأسلحة تحتوي على الصدم وغيرها من المواد، هذه أيضا تسبب إصابات كبيرة للعيون. نحب نتحدث عنها اليوم. كثير من المناسبات خاصة الأعياد تجينا عوائل، تجينا تقريبا أخير عيد شان 40 مريض، 40 مريض إصابته بالمسدس الصدم، احنا نقول بالعامية المسدسات هاي الصدم. الأطفال يلعبون ما بيناتهم بهذه الأسلحة ليسبب حقيقة أضرار متعددة بالعين، قد تكون بسيطة وقد تكون متوسطة وقد تستوجب، احنا من الأربعين تقريبا استوجب حالات إدخال المريض دي المستشفى، وبعضهم كانت حالتهم شديدة استوجب عمليات طارئة. من الأربعين 8 حالات دخلنا بهذا العيد الفات، 8 حالات تقريبا دخلناهم استوجبوا رقود في المستشفى وإجراء بعض العمليات. حقيقة هاي الشدة اللي يضرب بها على العين قد تسبب تلف بالقرنية أو تسبب عندها مي أبيض أو مي أسود أو تلف في الشبكية. فننصح أنه عدم استخدام والابتعاد عن هذه الألعاب. لازم يعني هذا الطفل أمانة عندنا، لازم ننمي موهبته بألعاب أخرى تنمي ذكاءه وليس بهذه. دكتور، العين الكسولة، ما يعني هذا المصطلح في طب العيون؟ العين الكسولة تصير من ضمن يعني الفقرة للأطفال. فالعين الكسولة تبدي من الولادة، الطفل عنده ياما حول أو أخطاء انكسارية اللي حكينا عليها. طبعا الدماغ خلينا نقول عليه ياخذ الصورة الجيدة من العين الصحيحة، والعين اللي توصل منها صورة غير واضحة يهملها فتكون كسولة. معالجة العين الكسولة في المراحل الأولى من العمر، اللي احنا بالطب العيون متفقين أنه الحدث 8 سنوات، لازم هاي الفترة فاصلة. فننصح العوائل بعد ما قلنا أنه يراجعون أول شهر من بعد الولادة،
وبعدها كل سنة يراجعون. وقبل المدرسة ضروري جدا، يعني بعمر 5 سنوات هذا العمر جدا ضروري. يعني في 5 سنوات تراجع العائلة تفحص ابنها، أكو فحص مدرسة لكن هذا يكون قريب على الدراسة. لا إحنا ننصح بال5 سنوات يراجعون أقرب مركز صحي، أقرب مؤسسة صحية تحتوي على فيها طبيب عيون، يفحص هذا الطفل على مود نعرف نكتشف العين الكسولة. من نكتشف العين الكسولة يعني أمامنا وقت على مود نصلحها، سواء عند حول أو سواء عند أخطاء انكسارية بعد قصور استجماتيزم نعالجها. وأكو رياضات للعين الكسولة اللي تتضمن هواي كثيرة، لكن أبسطها هي غلق العين الجيدة والعين الكسولة نعوفها بالنظارات مفتوحة، هذه يسموها تمارين للبصر. راح تتقوى عينه، لكن هذه تفيد لحد عمر 8 سنوات. بعد ال8 سنوات ما كلش تفيده، نسبة الشفاء من العين الكسولة تكون قليلة. العين الكسولة ما تصير بالكبار. نعم، عادة بالأطفال. يعني بهالطريقة احنا ننصح اليوم الوالدين والأهل بمتابعة أبنائهم، مراجعة الطبيب في عمر 5 سنوات حتى تتم معالجة وتصحيح بصرهم قبل المدرسة، قبل أمر المدرسة. دكتور، أيضا نتكلم عن موضوع الالتهابات. العين كباقي أجزاء الجسم وباقي أعضاء الجسم ممكن يتعرض لالتهابات مختلفة، منها البكتيرية ومنها الفيروسية. اليوم نحب نتعرف عن الالتهابات اللي تصيب العين بالذات. مثل ما تفضلتي حضرتك أنه هناك التهابات يعني inflammation، التهابات اللي هي تكون نتيجة حساسية أو التهابات أمراض مزمنة لدى الإنسان، وهناك التهابات بكتيرية أو فيروسية اللي تصيبها نتيجة العدوى. خاصة هذه نلاحظها في المواسم اللي تكون بها الانفلونزا، يعني العين تنضرب بالفيروس حالها حال بقية الأغشية المخاطية اللي موجودة في الجسم، خاصة نلاحظها في الربيع في بداية الخريف اللي تكثر بها انتقال الفيروسات بين شخص وشخص. هذه بالنسبة للفيروسات. البكتيريا هي نتيجة عادة ما تكون ضعف المناعة لدى الشخص أو نتيجة ضربة أو نتيجة عملية للعين، فهذه البكتيريا اللي تكون حميدة مرات تخترق العين وتسبب له التهابات. العين الحمراء يسموها العين الحمراء تشمل التهابات فيروسية، التهابات بكتيرية، وكذلك أيضا الحساسية والإنفلاميشن، الالتهابات العادية اللي يصيب مثلا واحد عنده مفاصل أو عنده غدة درقية مرات تصيب العين، فكلها تجي عين حمراء. لا نعتمد أنه هاي العين الحمراء نهملها، لا، لازم نراجع الطبيب المختص على مود نعرف شنو السبب ونعالجه. فننصح انه اي واحد عنده يصير عينه حمراء يراجع الطبيب المختص. متابعينا الكرام، خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره اخرى. دكتور، نكمل حديثنا حول موضوع العيون اليوم. حساسية العيون، شنو أسباب هذه الحساسية وكيف تتم وشنو الأعراض اللي تبين على العين تبين إنه هذا الشخص عنده حساسية؟ تكلمنا عن العين الحمراء أو الوردية. العين الحمراء هي تكون البياض العين محمر، فمن ضمنها تدخل السبب هو الحساسية. الحساسية قد تكون بالأطفال أو تكون بالكبار، اللي هو الرمد الربيعي، يسمى يطلق عليه العامية أنه الرمد الربيعي. يكون عين حمراء تفرز إفرازات بيضاء، أكو فد هالة على سواد العين تلاحظها الأم، أكو حبيبات. ننصح أيضا حكه، طبعا هو الحساسية هي أهم سيمتمز، أهم أعراض من أعراض الحساسية والحكة الشديدة، سواء كانت أكزيما أو سواء في مناطق أخرى من الجسم حالة موجودة بالعين. مرات هذه الحساسية بالأطفال تستمر للكبر لحد العمر 18 سنة، يا أما تستمر وياه أو تختفي. بالنسبة لحساسية العين الأم تشوف العين حمراء وابنها يحك بالعين، فهم ننصح أنه تراجع، لا تعتمد على تروح لأم القشاية أو كذا الطب العرب ما يطلق به الطب العرب، لأن العين عالم خاص. يعني صعوبة واحد يعرفه إلا المختصين. فتراجع أقرب مؤسسة صحية بها استشارية عيون، راح نفحص نشوف إذا استثنينا أنه الإصابة والفيروس والكذا، راح نشخص هذا الطفل عنده حساسية بالعين. هنالك شغلات بسيطة، تجنب المواد اللي تسبب الحساسية، مرات الأم تعرفها اللي هي التراب وبعض الأكلات اللي تسبب حساسية، استخدام كمادات باردة واستخدام بعض العلاجات البسيطة.
هذه كل ما يخص حساسية العين. بعض الناس تسأل عن موضوع الماء الأبيض والماء الأسود، ما هو الماء الأبيض وما هو الماء الأسود وكيفية علاجه؟ نعم، هو الماء الأبيض والماء الأسود هذه تسميات عامية. نعم. يعني احنا أطباء العيون نحاول نغيرها لكن صعوبة بصراحة. نعم. الماء الأبيض يخص العدسة. هو ضبابية الرؤية أو عتامة نتيجة عتمة أمراض بالعدسة. نعم. يعني اللي عدسة اللي موجودة في عين الإنسان رب العالمين خالقها كلير يعني شفافة. صافية شفافة. نعم. إذا صار بها أي اعتلال أي عتمة المريض يجينا يقول أنا البعيد أو القريب مغوش. نعم. ومثلا ما أقدر أسوق ما أقدر أقرأ والألوان تقول عده الضوء هم يقول عده. مرات ننصح إن الإنسان العادي يراجع كل 6 أشهر يتشيك عينه. إذا ما كان عنده مرض، بس إذا كان عنده مرض لازم يراجع في حسب رأي الطبيب. نقول له 6 أشهر، إذا ما قدر كل سنة يراجع يتشيك عينه. مرات ما تكتشف المي الأبيض أو العين الكسولة أو أمراض العين بصورة عامة، لأن الإنسان معتمد على عين واحدة والعين ذيك هاملها ما يعرف بها مي أبيض أو مي أسود أو ضعف بالعصب أو كذا. كثير ما نكتشف هذه الأمراض بالكبار نتيجة من يقدمون على الكليات أو من يقدمون على الموظفين، فنكتشف أنه هذا أو السياقة أو إصدار إجازة السوق. ناخذ إجانة اتصال. أبو محمد من العمارة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. سلام إليك وضيفك الدكتور. أهلا وسهلا حضرتك. يا مرحبا. أهلا وسهلا. الله يعزك دكتور. عندي طفل عمره 12، يعني صار 10 سنوات التربية، تعبت والله كلش، ومن خلال هذا البرنامج وهذا الدكتور يسمعني. نعم. يعني علاجي من يخلص احتار بي الا بالخارج، لو بايران لو بالاردن. شنو مشكلته يعني ابنك؟ يعني بس العفو ابو محمد، شنو مشكلة ابنك بالضبط؟ مشكلة عنده تشنج عضلي وشلل دماغي. نعم. شلل دماغ وتشنج عضلي، يعني علاجه ماكو يصير. وانا كل ما اروح انا والله العظيم هسه عدى علاج اليوم لحد اليوم خلص. نعم. يعني وانا من خلال هالبرنامج كل انسان يعني يسمع هذا الاغنيه انه طفل طفل يعني حالته ساعد وانقاذه من هاي الحياه، يعني لا اقدر اسوي له عمليه ولا اقدر اجيب له علاج. العلاج لازم الم له مبلغ واجيب له من ايران. نعم. يعني وانا ما عندي، وخلنا على هاي البرنامج الدكتور يسمعني وكل انسان يسمعني، يعني حالته ساعد يضعف يضعف، لان يعني العلاج ما اجيبه له واجيب له غير علاج. نعم. فعلاج يعني دكتوره المهم العلاج الاصلي بايران. ابو محمد يعني اذا تسمعني ابو محمد بس. نعم. نريد تترك رقم حضرتك بالكنترول وتضيف كل تفاصيل الطفل، وان شاء الله. نعم. راح يتم التواصل وياك من قبل وزاره الصحه ووصلت مناشدتك ان شاء الله. ان شاء الله صحه وعافيه وشكرا لاتصالك. نعم. نعم نكمل على موضوع المي الابيض والمي الاسود. حكينا عن المي الابيض انه هو عتامه في العدسه اللي. نعم. موجوده اللي خالقها رب العالمين داخل العين. احنا هناك طرق حديثه في ازاله الماء الابيض. نعم. العدسه نشيلها بالليزر بطريقه معينه. نعم. عن طريق جهاز معين، وهذا طبعا الجهاز هو احدث ما موجود في العالم، موجود عندنا بالعراق ومتوفر ويتمنون المواطنين انه نشيل العدسه. نعم. ونزرع على عدسه اصطناعيه. راح تساعده انه يكمل بقيه حياته، يكمل عمله، بيشوف واضح للبعيد. نعم. او للقريب، مرات يحتاج نظاره. فاي شخص يلاحظ عتامه، صعوبه بالقراءه، صعوبه بالطريقه بالسياقه، يراجع المؤسسه. اذا شخص عنده مي ابيض عمليه بسيطه. كثير من الناس يقولون احنا نريد نشيل المي الابيض بس ما نريد هاي الفقره مال زراعه عدسه يخافون منها. يخافون منها. نعم. هذه مال غير صحيح. قبل يعني قبل في بالسبعينات ما كانت اكو عدسات. نعم. يعني هسه لا الحمد لله اكو تطور. اكو عدسات صلبه، اكو عدسات مرنه، اكو عدسات ثلاثيه البؤره. كثير كثير من الشركات مال العدسات اللي توالم حاجه المريض. فلا يخاف المريض من يسمع انه زراعه عدسه. وكذلك لا يخاف اذا الطبيب قال له ما راح ازرع لك عدسه حسب الحاله اللي تستوجبها. لكن تقريبا 99% من رفع المي الابيض يحتاج عدسه. نجي الى المي الاسود. الماء الاسود هو حقيقه ما له علاقه بالاسم. الماء الاسود قد يكون ولادي نفس الامراض. نعم. العيون قد يكون ولادي وقد يكون مكتسب. الامراض المي الاسود الولادي الام تلاحظ قلنا تدمع العين. علامة مهمة أنه. نعم. الطفل أمه تقول تدمع، أو مرات الأم تكون حاذقة تشوف سواد العين كبير يعني غير متناسب مع بياض العين. أيضا هاي وحدة من علامات الماء الأسود. نعم. الجلوكوما. الجلوكوما هو مرض متعدد الأعراض والعلامات.
واحده من العلامات مالته اللي نقدر نعالجها هو ارتفاع ضغط العين. عندنا اتصال دكتور. نعم. زهراء من بغداد، تفضلي اخت زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. بلا زحمه، بس اريد اتحول على الدكتور. نعم تفضلي، يسمعك الدكتور. اي مو اني عندي مي ابيض بعيني وجاي مثل ما هسه يعني سمعته جاي اخاف من العمليه من زرع العدسه، لان انا قبل فتره راجع الدكتور بالحارثيه وجابوا بنيه شابه. نعم. نسوي لها رافعين ميه بيض زرع عدسه عميات عيونها اثنينهم، بعيني شفتها. نعم اخت زهراء، هسه ان شاء الله دكتور وليد سمعك وراح يجاوب ان شاء الله على السؤال. اريد اسال نعم. الدكتور يعني تفضلي. اكو بلا زحمه تفضلي. يعني اكو مثلا علاج يوقف المي الابيض من التزايد؟ بس هاي اللي اسال عليها ان شاء الله. شكرا جزيلا لاتصالك. شكرا شكرا جزيلا. تفضل دكتور. نعم جاوب على السؤال. حسب ما سمعت انه خايفه من زراعه العدسه، واحنا حكينا نعم. على هذا الموضوع وتريد علاج بديل لزراعه. تخاف من زراعه العدسه. هو لازم نفحص المريض. نعم. المريض نفحصه. يعني تقول هل تستوجب عمليه او ما تستوجب عمليه؟ هنا الطبيب يقرر. هو مثلا شلون العمل مال المريض او كميه المي الابيض قليله قد تكون ما مأثره على حياتها، مثلا فد امراه مسنه عمرها 60 سنه جالسه بالبيت. نعم. يعني ما عندها عمل، بس مجرد حاجاتها بسيطه، حمام، تواليت، اكل، يعني قد ننصحها انه تاجل العمليه مال المي الابيض، نعطيها نظارات ونظل نتابعها كل 6 اشهر، نقيس ضغط العين، نشوف الشبكيه، نشوف العصب، نشوف تطور المي الابيض، لكن اذا وصل مرحله لا يستوجب الرفع نشيله. الاخت هنا خايفه من زراعه العدسه، واحنا حكينا زراعه العدسه ضروريه جدا لمرض المي الابيض، لان العدسه هي راح تساعد بالرؤيه، من نزرع العدسه ما راح يشوف. هل يوجد علاج لإيقاف الماء الأبيض؟ هذا غير صحيح، لا يوجد. الماء الأبيض يتطور، يتقدم، يتطور، يعني هو مرض يتطور شوية شوية لحد ما يوصل إلى المريض يقوم يشوف بس اللايت، اللايت يعني بس الضوء، بس الضوء، بس الضوء، وهذا يأثر على حياته، يأثر على شغله، فلا يوجد. هناك بعض الصفحات في الإنترنت أو كذا يروجون إلى بعض الأدوية، إحنا ما ننصح بها. نعم. ابدا ما ننصح بهذه العلاجات، العلاجات اللي قررتها وزاره الصحه حسب البروتوكولات وحسب الجايد لاين اللي موجود اللي اتفقت عليه العالم واللي اقرتها وزاره الصحه في علاج الماء الابيض. نعم. نكمل على الماء الاسود. نعم. قلنا الماء الاسود قد يكون ولادي، واللي اهم عامل شو تلاحظ الام هي كبر سواد العين. نعم. قرنيه العين تكون كبيره مقارنه بالسواد. نعم. وكذلك وجود دمع. فاتراجع اقرب مؤسسه ونشوفها. العامل اللي يسيطر عليه في الماء الاسود الجلوكوما هو ارتفاع ضغط العين، هذا مسيطر عليه في بعض الادويه، لان الماء الاسود مو شرط يحتاج لعمليه. يحتاج لمتابعه، يحتاج قد يكون يحتاج لعلاج واحد او علاج اثنين او ثلاث علاجات، او مرات نحتاج الى تداخل جراحي على مود نعالج المي الاسود على مود لا يتقدم. المي الاسود هو واحد من عدة ارتفاع ضغط العين. نعم. وتأثيره على العصب البصري. نعم. يصير دمج، يصير ضرر بالعصب البصري نتيجة الماء الأسود اللي هو يا أما يكون ولادي موجود بالعائلة، يا أما يكون مكتسب نتيجة بعض الأمراض، نتيجة بعض الحالات المرضية اللي يصيب الشخص، أو نتيجة بعض العمليات، أو نتيجة بعض الأمراض اللي يصيب العين بيكتسبها الشخص أثناء الحياة، تأثر على العصب البصري والشبكية، فراح يفقد جزء من الساحة البصرية والعصب البصري يفقد جزء من عده، وهذا الجزء ما يتعوض. نعم. فأي واحد لازم نفس النصائح أنه يراجع، راح يقيس فحص البصر وضغط العين وشيك للعصب، هاي كل المواطن الطبيعي ننصحه أنه لا يقل عن سنة، يعني سنة يراجع كل سنة يشيك هاي الشغلات البسيطة على مود اكتشاف المرض بالبداية، حقيقة يساعدنا هون. أكيد دكتور، باعتباركم مدير مستشفى ابن الهيثم التخصصي للعيون، وهي من أهم المستشفيات المتخصصة بطب العيون في العراق، ما هي أهم الخدمات التي تقدم في هذه المستشفى؟ مستشفى ابن الهيثم تأسست مثل ما تعرفون سنة 1985. بدأت تقدم خدماتها للمواطنين، حقيقة هي من أكبر المؤسسات ليست في العراق لكن في المنطقة. كثير من زرنا مستشفيات في الخارج وبعض الدول، يعني حقيقة ما لقينا عندهم التسهيلات اللي موفرتها وزارة الصحة داخل المستشفى، وهذا يعني شهادتي مجروحة لأن أنا مدير مستشفى. لا حقيقة عندنا 19 صالة عمليات متوزعة على جميع اختصاصات العين،
جميع اختصاصات العين متوفرة 19 صالة عمليات، بينما في بعض الدول رحنا إلى مستشفيات كبيرة وجدنا فقط صالتين عمليات. نعم. بالإضافة إلى الأجهزة، وزارة الصحة موفرة أحدث الأجهزة اللي موجودة حاليا بالعالم، موجودة في مستشفى ابن الهيثم. المشكلة تكمن أنه من انبنت مستشفى ابن الهيثم كان عدد نفوس العراق قليل، لكن هسه الضعف إلى ثلاث مرات، ثلاثة أضعاف. بالإضافة إلى أنه اللي راجعونا من مختلف أنحاء أو محافظات العراق، شمال وسط جنوب، نقدم خدمة، وطبعا هو هذا واجبنا. نقدم خدمة للمواطنين تقريبا من 1000 إلى 1500 مراجع يوميا. طبعا المراجع ويا يا اما مرافق يا اما مرافقين. نعم. يعني نضربهم دول في ثلاثه، يراجعونا كمواطنين المجموع يكون تقريبا من 3000 الى 5000 مراجع لابن الهيثم. طبعا هذه يراد له امكانيات، يراد له استعلامات، يراد نوفر له خدمات، مرافق صحيه، بعض الامور يعني. بالاضافه الى اجراء عمليات معقده، احنا مستشفانا ابن الهيثم يعتبر مستشفى تيرشري ثالثي. نعم. ثالثي. هناك مستشفى اولي اللي هو الرعايه الصحيه الاوليه اللي موجود في المناطق، وهنالك مستشفى ثانوي اللي هي المستشفيات العامه. ايضا المستشفيات العامه بها قسم عيون، لكن احنا مستشفى ثالثي يتم احاله المرضى، انه يعني يجينا المريض لازم محال. هذا حسب الاتفاق مع وزارة الصحة العراقية، يجينا محال من المؤسسات الصحية الأخرى. نعم. اللي ما توفرت بها علاج لهذا المريض. نعم. إذا كان المريض راجع مركز صحي وطال علاج الكافي، خلاص يعني ماكو داعي يراجع مستشفى ابن الهيثم. نعم. أو راجع مستشفى ثانوي عام وشافه طبيب أخصائي عيون. نعم. وأدى له الواجب أو سوى له عملية أو طال علاج، خلاص. إذا لا والله ما يعني هذا ما قدروا، يحولوه على مستشفى ابن الهيثم، لأن مستشفى ابن الهيثم عندنا من خيرة أطباء العراق. نعم. عندنا أيضا مستشفى الضم، مركز العربي لتدريب الأطباء العيون في العراق. نعم. البورد العربي. نعم. والبورد العراقي. نعم. اللي يتخرج الأطباء اللي راح إن شاء الله يكملون المسيرة في المستقبل. بالنسبة للعمليات أو نجي على الإحالة بالبداية. نعم. الإحالة راح يستقبل موظف الاستعلامات. نعم. إحنا عندنا الطابور الإلكتروني، مستشفانا من المستشفيات الرائدة اللي قبل تقريبا 12 سنة احنا ماشيين بالطابور الالكتروني. الطابور الالكتروني هو المراجع يجي بعد نشوف لي حالة مالته، نعطيه تيكتات اثنين، واحد على غرفة فحص النظر. نعم. وهذا طبعا مؤرشف الكترونيا. نعم. وواحد على الغرفة اللي راح يفحصها الطبيب. المريض راح يدخل يفحص البصر وضغط العين، وثم يتحول الى غرفة فحص الطبيب. المريض من دخل بهذا السيستم راح اسمه راح يكون موجود عند الفاحص البصر، عند الباصات، عند الحسابات. هو السيستم هذا موجود عندنا، اذا احتاج عمليه موجود اسمه بالعمليات، اذا احتاج تحاليل اسمه موجود. يعني مثل نظام الحوكمه الالكتروني. حوكمه الكتروني. احنا ماشيين بها تقريبا صار لنا 12 سنه نكون احنا الرائدين بالعراق بهذا الموضوع. ايضا بعض الاحصائيات اللي نقدر نطلعها، احصائيات بالمرض، احصائيات بمراجعه المريض، قوائم عمليات، كل هذه ضمن نظام. بالنسبه هواي من المواطنين يشكون من صعوبه الوصول الى المستشفى. نعم. ليس الوصول عن طريق يعني صعوبه يحتاج احاله بصراحه. نعم. هذا تعليمات وزاره الصحه كونها مركز تخصصي. مركز تخصصي ثالثي. لكن اكو حالات طارئه. نعم. المستشفى تعمل 24 ساعه للحالات الطارئه. نعم. تقسم نجي على العمليات. العمليات العيون بارده وطارئه. العمليات الطارئه موجود قسم الطوارئ، المريض يتعالج خلال 24 ساعه. اما الحالات البارده تتقسم حسب الاختصاص، الماء الابيض او الماء الاسود او الشبكيه وامراضها او السائل الزجاجي وامراض، حسب الامراض. نعم. مرات تجميليه يحتاج او مجرى الدمع او بعض الاختصاصات الموجوده في العيون او الليزك اللي هو تصحيح الاخطاء الانكسارية. كل التخصصات، جميع اختصاصات العيون موجوده في مستشفى ابن الهيثم. يدخل المريض ضمن المواعيد الالكترونيه. يعني كثير من المواطنين يقول مواعيدكم بعيده، هو نتيجه الزخم. نعم. الزخم الحاصل على مستشفانا. لكن خليط من المواطن انه احنا الموعد مالته خلال برنامج. نعم. موضوع لا يتجاوز الثلاث اشهر. والحالات الطارئه او الحالات اللي تستوجب استثناء من الطبيب المختص اللي يشرف على حالته مرات تتم خلال اسبوع او اكثر. في بعض الاحيان
يحتاج المريض إلى فحوصات أخرى ليست للعين. مرات المريض غير مستعد لإجراء العملية، يحتاج إلى بنج عام أو بنج موضعي، فاندز إلى طبيب القلبية. بعض المؤسسات الصحية اللي ما موجود عندنا طبيب قلبي، احنا فقط عيون، عندنا طبيب تخدير يحوله إلى مستشفيات أخرى تحتوي مثلا على جملة عصبية أو قلبية أو سكر، ينظم السكر أو ينظم الضغط. المريض يروح في 3 أشهر 4 أشهر على يرجعنا، فهذا يهم يحملنا. عندنا اتصال. علي من بابل، تفضل أخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. يا مرحبا، أهلا وسهلا. اريد عيون شبكية الصباغ الوراثي، هل موجود العلاج الى الدكتور يشرح لنا عنه ام لا؟ ممكن تعلي صوتك استاذ علي؟ شبكية عندي وراثة يعني. نعم. هل موجود لها علاج بالعراق ام يعني خارج؟ يعني مثلا سؤال. نعم تفضل دكتور، دكتور عنده سؤال حضرتك. عفوا، نعم. المرض الوراثي هو التهاب الشبكية الصباغي. اي اي. نعم، العشو الليلي. اي العشو الليلي. نعم، راح نجاوبك. تمام، شكرا جزيلا استاذ علي، راح يجاوبك دكتور وليد الان على سؤالك، شكرا لاتصالك، تفضل دكتور. مثل ما تكلمنا امراض العيون تنقسم الى امراض ولاديه وامراض مكتسبة. نعم. من ضمنها امراض الشبكيه اللي هي عالم خاص وعالم كبير وتتدخل فيه هوايه امور، لان هو الجسم واحد. هنالك ما يسمى بالتهاب الشبكيه الصباغي اللي هو يضرب المتحسسات ويضرب الصبغه اللي موجوده في الشبكيه. نعم. الشبكيه هي عضو مهم اللي هو توصل له الصوره بالاخير، هو يحولها الى الدماغ، يحولها على شكل الوان وصور ومناظر. فاذا كانت المستلمات اللي تستلم الصوره اللي هي صبغه موجوده صبغه بالعين تحولها الى صور. اذا كانت هذه نتيجه مرض وراثي انصاب بالانسان، الشده مال المرض تختلف من شخص الى شخص. مرات الشدة تكون شديدة في المراحل الأولى من حياته، خاصة إذا كانت هو يعني منتشر بالعائلة. مرات يصير هو طفرة يسموها، مرات ما وقوا بالعائلة لكن صارت عند هذا الشخص سبحان الله طفرة. الشدة تختلف. باختصار دكتور، نعم. ممكن نجاوب أستاذ علي؟ نعم. هل يوجد علاج للشبكية لمرض اللي نعم. هو عنده؟ نعم، نعتمد على الشدة مالته. نعم. يعني ممكن اكو بعض العلاجات، نقول له ابتعد عن الضوء، البس نعم. نظارات معينة، اخذ مقويات للعين، متابعة كل 3 أشهر حسب رأي الطبيب. نعم. نحافظ على المتبقي من العين وحسب الشدة مال العين. نعم. مرات يجينا بسيط ومرات متوسط ومرات شديد. نعم. طبعا مشاكل العيون كثيرة ونحتاج نعم. إلى أكثر من حلقة حتى نغطيها. نعم. نعم. شكرا للمعلومات القيمة اللي قدمتها حضرتك اليوم. متابعينا الكرام، شكرا لمتابعتكم حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي أنا الدكتورة نور محمد علي وتحيات كادر البرنامج. نلتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، إلى اللقاء.